صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، طبعا يسرنا تفاعلكم يانا في البرنامج وأسئلتكم اللي إن شاء الله بنرجع لها إجابة خلال برنامجنا. قبل ما نبدأ بأرقام التواصل وأخبركم عليها، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج سعيد المر. وتشاركني الحلقة اليوم آمنة العلي، ومعاكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل ويانا 500. دكتورة نسيتي الأرقام 600-1414. زين ذكرتيني فيها. الرسائل النصية 44006. طبعا دكتورة عاشة البسطي أنا رحب فيك في البرنامج مرة ثانية وعودة حميدة، لأن الصراحة المستمعين حابينك وحابين أسلوبك، وإحنا حابين نرجع الدكاترة لبرنامج صحة وسعادة لأن اسمكم مرتبط بصحة وسعادة والناس متعودين عليكم وعلى أسلوبكم. أنا سعيدة جدا بتواجدك معي اليوم. وأنا أسعد طبعا. كانت فترة معينة إن شاء الله وردينا للبرنامج مرة ثانية. طبعا هذا البرنامج فيه معلومات كثيرة وتوصل لشريحة كبيرة في المجتمع، وطبعا المعلومات قد ما نقدر نخليها سلسة ونخليها مفهومة، وكذلك نركز على المعلومات اللي تكون مهمة ويركز عليها ويحتاجها المجتمع وخاصة مجتمعنا في دولة الإمارات. نعم دكتورة، وطبعا نحن سعيدين لو المستمع اليوم طلع معانا لو بفايدة بسيطة. في النهاية نحن برنامج نقدم لكم خدمات هيئة الصحة في دبي، وكذلك نحاول نفيدكم من الناحية الصحية، نحاول نعودكم على نمط حياة صحي، وكل هاي المعلومات إن شاء الله بتلقونها اليوم في برنامج صحة وسعادة إن شاء الله. طبعا فقرتنا الأولى طبعا بالنسبة للخبر اللي عندنا واللي هو خبر مهم طبعا، اللي هو وطبعا هالشيء نحن يوميا يمكن على وجباتنا وشيء أساسي في وجباتنا خاصة في دولة الإمارات، اللي هو الأرز. وخبرنا يقول وراء الأرز مشاكل كثيرة لمرضى السكري. نعم طبعا دكتورة، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض السكري من النوع الثاني سيكون سابع أكبر قاتل في العالم بحلول منتصف القرن، وتقول الدراسات أنه يمكن الوقاية من هذه الحالة اللي تتميز بالعطش الشديد وعدم وضوح الرؤية والتعب بمساعدة عدد من عادات نمط الحياة الصحية. وثبت أن تناول طعام واحد يوميا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية. وتكمن طبعا خطورة هذا المرض في كونه مقدمة لعدد لا يحصى من الحالات الصحية، بعضها يهدد الحياة. وتحدث الحالة عندما تصبح خلايا الجسم أقل استجابة لجهود الإنسولين لدفع الجلوكوز إلى الخلايا، وهو ما يعرف بمقاومة الإنسولين. لذلك يجب تجنب بعض الأطعمة اللي تحتل في مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم بأي ثمن. طبعا دكتورة الحين بنيل الخبر الأساسي اللي يقول إن إحنا لازم نتجنب نوع من الأكل للوقاية من السكري، ويقول بأنه يعتبر الأرز غذاء أساسي لأكثر من نصف سكان العالم. صحيح. يمكن إحنا دكتورة أكثر من النصف حتى. صحيح. لأنه تشوفين في وجباتنا خاصة وجبة الغداء الجميع يعتمد عليه، يعني إذا ما قلنا الكل 90% من المجتمع يعتمد عليه، وكذلك على وجبة العشاء أو أي وجبة ثانية يمكن تعودنا عليه وتعودت أن وجباتنا تعتمد عليه كذلك. بس في بدائل كثيرة كذلك له ونقدر نستعين فيها، ولها بعد فوائد صحية كثيرة أكثر حتى عن الأرز. نعم، حتى دكتورة سألت اليوم المعد قلت له حرام عليك نصبح اللي فيهم سكر نقولهم لا تاكلون عيش بيزعلون. صح. يعني حرام. كان يقول لي لا آمنة، لو أنت تفكرين في الخبر وتقرينه عدل بتشوفين أنهم يقولون أن علينا أن نحن ما نتبع يعني
نفس يعني مثلا هاي الوجبة خلاص كل يوم هذه هي الوجبة. صح. ولو أنت تتناولين كل يوم عيش، قال لي ترى أنت ما تاكلين الصبح والظهر والعصر وعلى العشاء، يعني مثل ما نقول إذا أنت تاكلين الشيء باعتدال هذا ما يؤدي إلى تفاقم مثلا نقول السكري ولا أي 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 يعني عارض صحي لديك. إذا أنت إذا هالشيء قال لي أي شيء كثرته هي اللي تضر. صح. فيمكن هاي الدراسة تقول إن الناس اللي تكثر من تناول الأرز دكتورة، فأنت شو رأيك؟ هذا صحيح، وكذلك طريقة إعداد هالرز، يعني في ناس بتتبع طرق صحية وفي ناس بالعكس بتتبع طرق ثانية، يعني بتزيد في الزيت أو الدهون اللي تستخدمها، بتزيد في الملح اللي تستخدمه، بتزيد في أشياء ثانية يمكن الجسم يحتاجها صح بس ما يحتاجها بكمية كبيرة. بس حتى طريقة إعداد الرز ونوع الرز اللي أستخدمه، الحين طلعت أنواع كثيرة من الرز، في رز يج أسمر، في رز يج أبيض، فحتى نوع الرز اللي نستخدم وطريقة طبخنا لهذا الرز. يعني خلنا ناخذ الثقافة مو بس ثقافة غذائية، ثقافة حتى في إعداد هالغذاء اللي نحن نستخدمه بشكل يومي. نعم، فمثل ما نقول دكتورة نحن ما نخوف المستمعين، نحن نقول كل شيء بالاعتدال، ممكن أنه يكون جايز وممكن نحن نتناوله بس نعتدل في هذا الطعام. وطبعا ما نبغى نطول على أسماء الجناحي لأنها تتريان. أسماء نبغى نسمع منك اليوم مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير. صباح الخير أسماء. حياكم الله بالنور والسرور، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ريانا، برنامج صحة وسعادة. حياك الله دكتورة وحياكم كلكم. طبعا منتظرين فقرتش اللي هي فقرة السوشيال ميديا، وطبعا فقرتش هذه الفقرة تقريبا للجميع أساسية. مشكورين. نبدأ بعض الأسئلة اللي كانت وصلنا لفترة كم من يوم، كانت وصلنا مجموعة من الاستفسارات. هناك بعض الاستفسارات اللي يسألوننا عن الجرعة الثالثة للسينوفارم في هيئة الصحة. فنحن يمكن الحصول على اللقاح فايزر بيونتك جرعتان بفارق 21 يوم بعد 3 أشهر من آخر جرعة للقاح سينوفارم في مراكز تطعيم هيئة الصحة بدبي، وهذا لجميع المواطنين في الدولة والمقيمين في إمارة دبي. لأن دائما يسألوننا فايزر ترعى جرعتين، هل أقدر أخذ الجرعة؟ اسمع عادي تعيدين شوي لأن أنا الصراحة ما فهمت. عشان صدق لأن أنتي ما شاء الله عليك أسمى خلاص حفظتي الدرس، الحين بعض المستمعين يحفظونه. وها أهم خبر لليوم، يعني أهم خبر. صح. لا نحن توصلنا وايد استفسارات، نحن دائما نرد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، لكن قلنا بنأكد عليها أيضا في برنامجنا الإذاعي. دائما يسألوننا يعني متى أقدر أخذ لقاح فايزر ومتى وكم عدد الجرعات، فهاي الأسئلة دائما توصلنا في قناة التواصل الاجتماعي. فحبينا نأكد عليه أنه يمكن الحصول على لقاح فايزر بيونتك جرعتين بفارق 21 يوما بعد 3 أشهر من آخر جرعة اللقاح سينوفارم في مراكز التطعيم في مراكز هيئة الصحة بدبي، وهذا لجميع المواطنين في الدولة والمقيمين في إمارة دبي. يمكن الحجز للموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال خدمة الواتساب 8342. أيضا بعض الاستفسارات قاعدة توصلنا بخصوص الجرعة الثالثة للخبر الحطيناه، صحة دبي تتيح جرعة ثالثة من فايزر بيونتك. الجرعة الثالثة بعد جرعتين فايزر هي فقط لأصحاب الأمراض المناعية المتوسطة إلى الشديدة. فهذا يعني خبرين الحين، هذا خبر ثاني. لكن شو الستبس اللي لازم واحد يسويها؟ أول شيء اللي ياخذون الأدوية اللي هم من هالفئات إذا كانوا يعانون من أمراض يتلقون علاجات مثبطة للمناعة من المتوسطة إلى الشديدة، الأشخاص اللي يتلقون علاجات مثل السرطان والكيماوي وغيره، اللي خضعوا لزراعة الأعضاء أو الخلايا الجذعية، اللي يعانون من نقص المناعة الأولية والشديدة، اللي عندهم مرض نقص المناعة المكتسبة المتقدمة أو غير المعالجة، الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة. هذول شو يسوون؟ هل يحجزون موعد؟ لا ما يحجزون موعد، هذول يروحون عند أطبائهم اللي يعالجونهم من هاي الأمراض، يأخذون استشارة من الطبيب، ها دكتور أقدر أخذ الجرعة الثالثة ولا؟ ف
فالدكتور هو اللي بيقوله حسب حالته هل هو يستحق الجرعة الثالثة ولا ما يستحق الجرعة الثالثة، لأن هذا أو هاللستة يروحون يراجعون دكاترتهم، إذا كانوا من ضمنهم بياخذون لهم موعد للجرعة الثالثة. يعني الحين اللي عندهم هالفئات هم عندهم ثلاث جرعات، حتى الأشخاص اللي بياخذون التطعيم الجرعة الأولى بيكون عندهم الجرعة الأولى ثانية ثالثة. نعم، فكذا هاي جرعة ثالثة. نعم، هاي أسماء طبعا أخبار أنت ما بتذكرينها إلا لأنها دكتورة مهمنا. كثرت تداول الأسئلة. صحيح. فأسماء تحب تنوه في كل مكان عن هذه المعلومات، لأن معلومات الصراحة يعني تهم الناس، والناس يمكن ما تعرف، في ناس يمكن ما تتجه لوسائل التواصل الاجتماعي، مستمعين الإذاعة يمكن ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. فطبعا أسماء شكرا لك على هذه المعلومات. حابة تضيفين شيء أسماء قبل ما ننهي هذه الفقرة؟ نحن بس نحب نأكد أن عدم تداول المعلومات اللي هم مو متأكدين منها، أيضا المقاطع القديمة الطب قاعد يتطور والدراسات قاعد تتجدد، فإذا كان في أي شيء قديم خلاص يعني لازم يتأكدون من الجهة الصحية أو من الجهات المختصة في الدولة شو الأبديت الجديد، لأن المعلومات اللي كانت في شهر واحد يبقى ما تكون نفس المعلومات اللي حينها، لأن البانديميك هذا البانديميك جديد والدراسات ما زالت مستمرة. فنحن دائما نأكد أن أهم شيء أن أنتم دائما تتواصلون مع الجهات المختصة في الدولة وأخذ المعلومات من الجهات المعنية، والجهات المعنية بشكل عام دائما يحطون الأبديت، فيعني دام الأبديت مو موجود في حسابهم يعني هذا مو موجود، فيسوون يسوون سيرت يدورون يسألون ربعهم فلان وهذا وشوي مع بهارات مجانية والمعلومة متغيرة تماما، فدائما ننصحهم ان ياخذون من الجهات المختصة في الدولة. صحيح. ويتنقون وين ياخذ المعلومة، ما اقدر اخذ المعلومة من اي موقع غير صحي او طبي، يعني المعلومات سهل الواحد يدخلها بس نتأكد من المعلومة انها تكون صحيحة، خاصة ان شيء يعتني بصحتنا وهذا اهم شيء يعني عند اي شخص. نعم، وكذلك دكتورة شيء مس كافة افراد المجتمع، الاشاعة هاي اللي بيطلعها الشخص هذا وبتنتشر ممكن أن تأثر على صحة شخص معين، ممكن صحيح. تخلي الناس مثلا يخافون، تزعزع أمن المجتمع، فإحنا دائما نقول كونوا حريصين على أي معلومة، حتى لو كنتوا تشتغلون في منشآت صحية، حتى لو كنتوا في أماكن مثلا حساسة، حافظوا على أمانة هذه الوظيفة ولا تنشرون الإشاعات، لأنها هاي أكثر المعلومات الغير صحيحة بتشوفينها تنتشر بسرعة كذا. سبحان الله، الحين الأشياء الحلوة اللي نقولها ما تنشرونها الأشياء الثانية تنتشر. نشكرك أسماء الجناحي على فقرتك، فقرة السوشيال ميديا. في عندنا سؤال بس قبل بنطلع فاصل إن شاء الله وبنرجع لكم، نذكركم برقم التواصل قبل ما نطلع فاصل 6005-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4006، وحياكم الله. طالعين فاصل إن شاء الله يا آمنة وراجعين مرة ثانية. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي، مستكملين فقرات برنامج صحة وسعادة، ونذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. دكتور اليوم عندنا وايد أسئلة، يعني ممكن نجاوب عنها الحين ولا ناخذ فقرة التغذية؟ نبتدي سؤال سؤال. نعم. عشان نلحق بعد على فقرة التغذية، لأن فقرة التغذية كذلك وايد مهمة اليوم. زين، ناخذ سؤال واحد وندخل على الفقرة. سؤال يقول: السلام عليكم، زوجتي أخذت الجرعة الأولى من لقاح فايزر في يوم 4/5 وصار حمل، هل تأخذ الجرعة الثانية أم لا؟ طبعا هذا سؤال مهم ويتبادر في ذهن الكثيرين. بالنسبة لفترة الحمل، الحامل تقدر تأخذ التطعيم والفايزر تقدر تأخذ، مسموح لها، بس بعد ما تكمل 3 شهور من الحمل وتشوفها الدكتورة وتفحصها ونسوي لها أسسمنت كامل، يعني مثل فحص كامل نتأكد، وكذلك أساس سلامتها كذلك وسلامة الجنين، وبعدها تقدر تأخذ الجرعة، جرعة فايزر. فهذه السيدة أخذت الجرعة الأولى قبل حملها وصار الحمل خلال هذه الفترة، وأحيانا تسأل تأخذ الجرعة الثانية ولا لا. تحتاج تنشاف في العيادة لأن مذكور فترة حملها كم،
يعني فترة الحمل سواها في الشهر الأول الثاني أو الثالث وتتقيم حالتها إن شاء الله، وعلى أساس إن شاء الله بيعطونها التطعيم إذا كانت تقدر تأخذ خلال هذه الفترة. نعم، فنحن نحث المستمع أن يتصل على 800-342 وإن شاء الله بيأخذوا له موعد قريب لها وتستشير الدكتور، تستشير الطبيبة، لأن لازم نعرف فترة الحمل وإذا عندها أي مشاكل خلال هذه الفترة وعلى أساسه تأخذ التطعيم. طبعا التطعيم مهم وكذلك صحتنا مهمة، ففي ناس كثيرة تقول ليش أنا ما مسموح لي أخذ التطعيم أو فلان ما مسموح لي أخذ التطعيم. ما بالقضية هذه، القضية أني أنا أقدر أخذ هذا التطعيم ولا لا، لأنه في أشياء ثانية بعد كذلك لازم يحطها الطبيب في عين الاعتبار قبل ما يعطي التطعيم. التطعيم مهم ولكل الفئات، فالتقييم الطبي كذلك مهم وخاصة لهذه الفئة. نعم، ودكتورة ذكرنا نحن بالأمس، إذا بندخل على فقرة التغذية، ذكرنا بالأمس في مقدمة حلقتنا في الخبر أن منظمة الصحة العالمية صدر عنها مؤخرا أن عدد المصابين بالخرف دكتورة كبير. صحيح. من الرجال والنساء، والعدد صحيح. قاعد يتزايد يتزيد. والخرف يأثر على، يعني يسبب أمراض الزهايمر وأمراض السكتة الدماغية. فإحنا نقول أن الخرف موضوع جدا مهم وشايع وكثير. فأنا فكرت فيها، قلت أكيد التغذية يعني جانب، قريت أن في أكلات ممكن أنها تساعد أن الواحد يمكن يأخر شوي موضوع الخرف، نقول وجانب كبير كذلك، يأخر ويجنب في حالات كثيرة. مثل ما نقول الوقاية خير من العلاج، وحلو إذا نحن وقينا نفسنا قبل لا قدر الله الشخص ما يصاب، وحتى لو لا قدر الله انصاب بشيء بسيط على الأقل تتأخر الأعراض اللي ما تطلع. نعم، فنحن اليوم استضفنا في هذا الموضوع الأستاذة سهى نوفل، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور. أهلا فيك. طبعا نحن اليوم يعني أنا من أمس أفكر في هالموضوع، إذا في أكل ممكن أنه يعني أخر الخرف عندي أبا أعرفه صراحة، فأبا أعرف من الاختصاصي ومن الشخص المعني، لأن يعني أستاذة سهى أنا الحين يعني الحين بدخل 30 بعد كم يوم، وأحس عمري الصراحة وايد العمر كله إن شاء الله أحس عمري وايد أنسى، وشي يعني من كم سنة وأنا أحس عمري يعني مو طبيعية يعني وايد أنسى. فيمكن في أكلات تقوي الذاكرة، فنبغى نعرف منك اليوم عن هالأكلات، وضروري اللي سمعنا الحين ياكل من هالأكل لأنه ما نباكم تصابون بالخرف أو يركز على هذه الأكلات بالضبط. خاصة من البداية إن شاء الله. بالضبط، هو لأنه زي ما تفضلت وحكيت، وفعليا كتير من الدراسات أثبتت أنه أغلب أو نص الحالات اللي بتنصاب بالخرف أو بتسرع في أنه الإنسان يوصل لهاي المرحلة مرتبطة بعديد من العوامل، خاصة نمط المعيش اللي بنعيشه، قلة النشاط البدني، التغذية غير الصحية، إذا كان الإنسان عنده السمنة غير مفرطة، السكري الغير منتظم، أمراض ضغط الدم، الناس اللي بتدخن، كلها هاي بتسرع من الإصابة ب داء الخرف أو بتزيد من الوضع يكون في حالة أسوأ. فأنا حتى أوقي حالي من هذا العوامل ومن هذه الأعراض بعمل وقاية للعوامل اللي بتسبب هذا الشيء، فهي حيتأثر إما بتأخر ظهوره أو حتى بتحد من ظهوره نهائيا. وزي ما تفضلتي التغذية حاليا عم تدخل في هاي إلها داخل وإلها جانب من هذا الموضوع. فأنا لو بدي أتطرق وأحكي إيش الأمور اللي ممكن تساعدني في الوقاية من الخرف، هي نفس أو تتداخل بتداخل كبير مع الأشياء اللي بتساعد وبتنمي الذاكرة، فهي غالبا بتكون عندي إيش الأطعمة اللي بتحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة زي أوميجا 3. هاي الأحماض الدهنية المفيدة لأنها بتدخل في تركيب غشاء خلايا الدماغ، فبتساعد على أنه الدماغ ظل محمي من الشوارد الحرة والجذور الحرة أنها تهاجمه وتأثر على مسألة الذاكرة ومسألة الإدراك، فبالتالي أنا بقلل من حدوث الخرف أو من أعراضه. الأغذية اللي بتحتوي على فيتامين دال الموجود مثلا في صفار البيض، الموجود في منتجات الألبان، الموجود مصدره الأساسي من الشمس، كل هذه الأشياء بتحمي وبتقوي عندي الذاكرة وبتأخر ظهور الخرف عندي. أيضا الحبوب الكاملة، الحبوب الكاملة اللي هي موجود عندي سواء الأرز الأسمر أو النخالة،
البقوليات هذه كلها غنية في المغنيسيوم، والمغنيسيوم بيساعد خلايا الدماغ إنها تستخدم الطاقة الموجودة عندي، فأنا بخلي هاي الخلايا باستمرار تظلها نشيطة. موجود عندي برضه الزيوت المفيدة اللي موجودة بالجوز واللوز. الجوز واللوز جدا فيهم مواد زي اللوز فيه فيتامين إي وفي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، الجوز فيه أوميجا 3 واللي بتكون برضه مضادة للالتهاب. كلها هاي الأشياء بتساعد على أني أوقي وأحمي خلايا الدماغ منها أن تنصاب بالالتهابات البسيطة. فأنا لما بحميها يعني أنا أعطيت قويتها، خليتها تقاوم الأشياء اللي ممكن تيجيها من الخارج، أعطيتها عمر افتراضي أكبر، فأنا نشطتها خليتها تضلها صاحية معاي لأكبر فترة ممكنة. عندي التوت والفراولة فيهم مواد بتقوي الروابط العصبية، فيهم مواد يعني خلينا نسميها كيميائية، مواد يعني كيميائية أقصد أنها بتدخل بعدين في العمليات اللي داخل الجسم، هاي بتقوي الروابط العصبية اللي بتربط الأعصاب مع خلايا الدماغ. فأنا خليت دماغي برضو يضل نشيط، يضل في حالة أنه استيعابه أكبر، عنده الإدراك أكبر. المصادر الغذائية اللي فيها فيتامينات B12 كمان هذه كلياتها بتقوي عندي الذاكرة وبتحافظ على خلايا الدماغ تضل نشيطة لأكبر فترة ممكنة. يعني لو بدنا نلخصها بنحكي الجوز، اللوز، الأسماك الدهنية، التوت، الفراولة، حتى الشوكولاتة الداكنة، لكن أتأكد دائما أنها نسبة السكر فيها قليلة، فيها مضادات أكسدة عالية، هاي كمان تعمل على تنشيط عندي الدماغ. الأفوكادو الدهون الصحي، الأفوكادو فيه دهون صحية برضو تعتبر مفيدة. هذا السؤال، هل الأشياء كلها متوفرة عندنا وبكثرة كبير؟ الحمد لله، يعني متوفرة في كل بيت وكل واحد يقدر يعني يتناولها في أي وقت، وخفيفة كذلك على المعدة، وحتى سعراتها الحرارية اللي بيقول لا سعرات حرارية كبيرة أو شيء، بالعكس يعني هي مفيدة للجسم وسعراتها الحرارية كذلك الواحد يقدر يتحكم فيها. بالضبط، فهي مسألة إيش؟ إني أعود نفسي على الانتقاء الصحي للأكل. دائما إحنا بنحكي الأكل بفضل الله وبحمد الله موجود ومتوفر، لكن أنا كيف أوفره، كيف أنا أنتقي، كيف أنا أعطيه لأولادي، كيف أنا أصير أتناوله بدل ما أنا في الدوام حاطة علبة شوكولاتة وملبس وحلاوة أشكال وألوان على المكتب، خليني أحط فرصة أحط مكسرات أحط فواكه مجففة وأتناولها. صحيح. وأتعود يعني كذلك على هذا الشيء، أتعود عليها ويتعودون كذلك اللي حوالي على هذا الشيء. بالضبط هاي هي مسألة عادات غذائية بتواقي من العديد من الأمراض والأعراض الجانبية لبعض الأمراض. أستاذة سهى، طبعا الموضوع جدا شيق ومهم وما تكفي حلقة واحدة أو فقرة واحدة كذلك، فإن شاء الله بنتطرق أكثر وأكثر لهذه المعلومات القيمة. أستاذة سهى نوفل اختصاصي أول تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم وصباحكم سعيد. وصباحك أسعد إن شاء الله. أمنا بنطلع فاصل إن شاء الله الحين وبنرجع الفقرة ثانية مهمة، وكذلك بنرجع نجاوب على الأسئلة اللي موجودة عندنا. مستمعينا ذكركم برقم التواصل قبل ما نطلع على الفاصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين بتتكلم عن موضوع جدا مهم وهو العلاج الطبيعي وأهميته وشو الأشياء اللي توفرها هيئة الصحة بدبي من هذه الخدمات وهذا التخصص بالذات. طبعا آمنة، أي يعني يمكن فكرة مجموعة من الناس عن العلاج الطبيعي أن أشياء معينة تتسوى للشخص أو مثل ما أقولك كمساج بس كتمرينات بسيطة، بس هذا العلم اللي هو العلاج الطبيعي
بالعكس علم كبير وتخصص كبير ومن التخصصات كثيرة. وطبعا اليوم في هذا اليوم اللي هو 8 سبتمبر من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للعلاج الطبيعي. وطبعا حددت منظمة الصحة العالمية هاليوم من سنة 1996، وطبعا هذا الشيء لأهمية هذا التخصص ودوره الكبير في الوقاية في العلاج بكثير من الأمراض، وكذلك التأهيل اللي هو شيء أساسي كذلك في العلاج الطبيعي. طبعا عن هذا الموضوع بتكون ويانا الدكتورة هدى الأميري، اختصاصية العلاج الطبيعي بمستشفى دبي بهيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير دكتورة هدى. صباح النور والسرور، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك، أهلا وسهلا، وأتمنى الجميع يكونوا بصحة وسلامة. الحمد لله إن شاء الله الجميع بصحة وسلامة وسعادة كذلك. دكتورة، طبعا العلاج الطبيعي له دور كبير في علاج الكثير من الأمراض، فحابين تعطينا نبذة وخاصة عن هذا اليوم العالمي للعلاج الطبيعي. طبعا يوم العلاج الطبيعي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، وتشارك فيه هيئة الصحة العالم احتفالاته تحت شعار العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل خلال كوفيد-19، بهدف التوعية بأهمية العلاج الطبيعي للوقاية من الآلام المزمنة والمكتسبة، ودور في تعزيز الصحة بشكل عام، وأهمية الحفاظ على الحركة وممارسة النشاط البدني. نعم دكتورة، إذا بنتكلم عن العلاج الطبيعي ودوره في إعادة تأهيل المرضى والمصابين. طبعا يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بفحص وتقييم حالة المريض الصحية، وبعد ذلك يتم تحديد خطة علاج مناسبة تساعده في إدارة أعراضه عن طريق وضع تمارين تهدف لتقليل هذه الأعراض والآلام، بالإضافة إلى تقليل أخذ المسكنات. دكتورة، طبعا أنتم تخصصكم يعني تخصص شامل تقريبا، وله علاقة بمعظم التخصصات الطبية اللي موجودة في يومنا هذا، فحابين نتعرف أكثر كيف ارتباط القسم اللي هو قسم العلاج الطبيعي بالأقسام التخصصية الطبية الأخرى؟ طبعا الخدمات الطبية المساندة بما فيها العلاج الطبيعي تلعب دور هام مع الأطباء لتحسين من صحة المريض، ويكمن هنا دور العلاج الطبيعي في توفير الرعاية الصحية للمريض. نعم، وإذا نحن دكتورة بنتكلم عن المستمعين الحين ممكن يتسائلون شو هي الخدمات الموجودة في هيئة الصحة في دبي في مجال العلاج الطبيعي، كيف ممكن أن نحن نعرف المستمعين على خدماتنا وكيفية الوصول أيضا لهذه الخدمات؟ أوكي، يقدم طبعا قسم الطب الطبيعي والتأهيل في مستشفى دبي الخدمات التأهيلية للمرضى لمختلف الفئات العمرية، بدءا من الأطفال إلى كبار السن. ومن ضمنها الخدمات العلاجية، العلاج اليدوي، العلاج بالكهرباء، المعالجة المائية، العلاج الطبيعي للصدر، إعادة تأهيل الأطفال، إعادة تأهيل الإصابات الرياضية، إعادة تأهيل حالات الجهاز العضلي بعد الجراحة، وإعادة التأهيل العصبي. نعم، هذا نتكلم نحن الحين عن للمستمعين عن مستشفى دبي، عن خدمات العلاج الطبيعي المتوفرة في مستشفى دبي. دكتورة، لو حد من المستمعين مثلا يعاني مثل ما قلتي مثلا إصابة كرة قدم، هو ممكن يتوجه للعلاج الطبيعي دايركت ولا يتحول من الطبيب؟ هو أول شيء لازم يتحول من الطبيب، سواء كانت من العيادات الخارجية أو عن طريق المستشفى نفسها يتحول لقسم العلاج الطبيعي. نعم، فإذا بنقول دكتورة، هل هناك مستجدات في العلاج الطبيعي؟ هل هناك مع جائحة كوفيد-19 ظهرت لكم حالات جديدة حابة أن أنت تذكرينها تنوهين المستمعين لهذه المواضيع؟ عفواً، كنت أريدين سؤال مرة ثانية. يعني دكتورة، حبينا نعرف في مستجدات في العلاج الطبيعي على الساحة الطبية العالمية؟ لأن دكتورة هو يعتبر كمجال أو تخصص طبي كذلك اللي هو العلاج الطبيعي، فأي تخصص طبي كل فترة تكون فيه مستجدات جديدة فيه، يعني تطور في كيفية العلاج عن طريق هذا العلاج، فحابين نتعرف أكثر عن الأشياء الجديدة عندنا في العلاج الطبيعي.
طبعا بالنسبة لمستجدات الساحة الطبية العالمية، إن منها جهاز المشي الروبوتي اللي يساعد المرضى ذوي الجهاز المشي الروبوتي الذي يساعد المرضى ذوي الإصابات العصبية الناجمة عن السكتة الدماغية، إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي، الشلل الدماغي عند الأطفال، إصابة الحوادث. فيساعد هذا جهاز المشي الروبوتي على الوقوف والمشي وتحسين التوازن ووظائف الأعضاء الحيوية للمريض. ممتاز، يعني بدل ما يكون في شخص يساعد الشخص يعني خلال جلسة العلاج الطبيعي، يكون هذا الجهاز يعني كجهاز يساعدهم على هذه العلاجات كاملة، بدل ما يكون شخص هو اللي يؤديها هذه العلاجات. طبعا مع إشراف أخصائي العلاج الطبيعي، وطبعا في معايير محددة يعني أن تصدر الموافقة لهذه الحالات لاستخدام الجهاز جهاز المشي. نعم، وهذا له دور كبير صراحة، خاصة لنفس ما طرقتي دكتورة للأشخاص اللي عندهم مثل السكتات الدماغية أو اللي عندهم يعني جزء من جسمهم يعني في جزء من الشلل أو جزء من عدم السيطرة عليه، فهذا يلعب دور كبير، خاصة العلاج الطبيعي في تهيئة الأشخاص أنهم يرجعون لوضعهم الطبيعي أو هذه الأعراض كلها تبتدي تخف كذلك. صح دكتورة، الحين إذا أي شخص أو أي يعني قلنا أي شخص عنده أي مشكلة واستدعت أنه بيحتاج علاج طبيعي، بداية أخذ المواعيد عندكم تكون على طول على المستشفى ولا بداية التحويل للأقسام من الأقسام الطبية؟ لازم يكون في تحويلة أول شيء في البداية، وبعدين التحويلة هذه يحولون لقسم العلاج الطبيعي. طبعا بخصوص العلاج الطبيعي، كثير من الناس تخطر على بالهم أسئلة معينة اللي هي منو بيقرر لي العلاج الطبيعي اللي أحتاجه؟ أوكي، طبعا الدكتور يوم بيفحص المريض للتحويلة بيفحص المريض بشكل كامل. نعم، وهو بيحدد شو المشكلة اللي عند المريض، وبعدين يتوجه المريض لأخصائي العلاج الطبيعي، ويرد أخصائي العلاج الطبيعي يفحص المريض ويقيم حالته الصحية وشو الأشياء اللي يقدر يعني يسويها المريض وشو الأشياء اللي ما يقدر يسويها. صحيح، فعلى هالأساس الأخصائي العلاج الطبيعي يحدد خطة المريض العلاجية. وهذا دور كبير دكتورة هدى يعني اللي أنتوا تبذلونه وتسوونه، ويمكن يكون مثل ما نقول آمنة خلف الكواليس، لأن معظم المجتمع في باله أن الطبيب الأخصائي هو اللي يحول على نوع معين من العلاجات الطبيعية، ولكن الواقع الطبيب حتى لو يحول تكون كذلك التقييم يكون بيد الطبيب العلاج الطبيعي. ووايد حالات أنا كانت ترجع لي مرة ثانية يكون طبيب العلاج الطبيعي ناصحنهم بأدوية معينة أو ناصحنهم بأشياء معينة أطلبها لهم عشان تكملة العلاج، وهذا دور طبعا وايد كبير دكتورة هدى اللي أنتوا توفرونه لمرضاكم، وخاصة بعد فترة يعني شوفين المريض ما بس يعتمد على الدواء أن تخف أعراضه، يعتمد على جلسات العلاج الطبيعي. وشيء جميل يوم يرجع لك يقولش دكتورة أنا بعد العلاج الطبيعي أنا أعراضي وايد تحسنت. نعم دكتورة، أي إنسان يصاب حتى لو إصابة بسيطة إذا احتاج العلاج الطبيعي يعرف معنى ودور العلاج دور العلاج الطبيعي الكبير. أنا انصبت فريلي قبل سنة، ويعني ريلي صار، فكان يعني لازم بعد الجبس أدخل على العلاج الطبيعي. شفت عالم ثاني ودنيا ثاني، يعني ناس مهتمين. صحيح. ناس متخصصين، ناس يعرفون الشغل هذا اللي هم ياسي يسوونه. يمكن اللي ما يعرف العلاج الطبيعي يقول مثل ما قلتي بداية الحلقة، حرام قلتي مساج، يعني هم ساكين وين والمساج. صحيح، بس هو تماما صح. بس يعني شوفين هو علم تماما مختلف تماما. صحيح، فطبعا اللي ما جرب لا يظلم العلاج الطبيعي، لأنهم ناس مختصين. طبعا في يوم العلاج الطبيعي نحن نقدم لكم دكتورة هدى كل التحية لك ولفريق العمل ولكل أقسام العلاج الطبيعي في هيئة الصحة في دبي على جهودكم. يمكن أنتوا تساعدون الناس اللي يعني في أمس الحاجة، ممكن على إيدكم شخص ما يمشي يرد يمشي. صحيح صحيح صحيح، وله دور كبير كذلك.
دكتورة هدى الأميري، نشكرك على فقرتك اليوم ويانا في برنامج صحة وسعادة. شكرا، حبيت أشكركم على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على اليوم العالمي للعلاج الطبيعي. شكرا. شكرا دكتورة هدى الأميري، اختصاص العلاج الطبيعي بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك. طبعا يعني الموضوع كان جدا جميل الصراحة، صح. ومهم كذلك يا آمنة، يمكن نحن في يعني كمجتمع طبي عارفين دور العلاج الطبيعي، عارفين أن في أخصائيين للعلاج الطبيعي، صحيح. بس يمكن فئة كبيرة من المجتمع ما بعرفة هذه الفئة، فبالها أني أنا كطبيبة بس أحدد لها شنوع العلاج الطبيعي. أنا أحدد العلاج الطبيعي لجزء معين من الجسم، فرضا الريل، يعني الشخص نصاف ريل في إيده، بس يوم يصير يعني موعده في العلاج الطبيعي يتم تقييمه تقييم ثاني بتخصص العلاج الطبيعي. وفي يعني مرضى كانوا يردون يرجعون لي يقولوا لي دكتورة ممكن هاي النصيحة من دكتورة العلاج الطبيعي، دكتورة أنا وايد حسنت يوم طرشتين عند العلاج الطبيعي. عملية تكاملية هاي بينكم، صحيح. وبين أخصائي العلاج، صحيح. الطبيعي. ويمكن دكتورة أيضا مع جائحة كوفيد 19 ظهرت أشياء ما كنا نتخيلها. يمكن الحين دكتورة لازم تقولي لنا كيف الرد نيلس في المكتب، يعني أنا أقولهم هالموضوع لازم، صح. نطرحه. الجلسة في المكتب استوت، يعني تحسينها صعبة، الطلاب ردوا للمدرسة بعد نفس الشيء تحسينهم يعانون من آلام لأنه ما كانوا يسون جلسة صحيحة لمدة سنة وشيء. فالعلاج الطبيعي لا تترددون انكم تطلبونه، لا تترددون تستشيرون الأطباء المختصين في هيئة الصحة في دبي عشان يحولونكم لهذه الأقسام إذا كنتوا طبعا في حاجة لها. فدكتورة ما نطول على الناس اللي يسألون أسئلة اليوم وتفاعلوا معنا، مشكورين. فحابين نعرف من دكتورة أجوبة المستمعين اللي طرشوها لنا اليوم. نبتدي بالسؤال الثاني اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللي ما أخذ الجرعة الأولى من تطعيم فايزر وانصاب بكورونا متى ياخذ الجرعة الثانية؟ بخصوص الإصابة، في ناس أخذت الجرعة الأولى وبعدها فترة جت الإصابة، أو في ناس عند الإصابة ومخططة أصلا تأخذ الجرعة سواء الأولى أو الثانية. بالنسبة للأشخاص اللي انصابوا بالكورونا، حدة المرض كيف كان؟ حدة المرض كانت شديدة أو أعراض خفيفة؟ إذا كانت أعراض خفيفة يقدر ياخذ التطعيم بعد 10 أيام من انتهاء العزل. طبعا نحن عارفين أن العزل يبتدي من أول يوم لإصابة الشخص بالكورونا لعشر يوم، 11 يوم يكون طالع إذا ما كانت عنده أعراض. فمن بعد 10 أيام يحسب 10 أيام زيادة ويقدر ياخذ التطعيم، طبعا إذا ما كانت عنده حساسية، أو طبعا نفس ما ذكرت أن يكون تقييم التقييم كامل قبل ما ياخذ الشخص التطعيم كذلك. هذا بالنسبة لهذا السؤال. في سؤال ثاني كذلك، وهو سؤال جدا مهم، يقول سلام عليكم، ولدي عمره 10 سنوات ياخذ دواء الوارفرين والإسبرين بسبب وجود انتفاخ بالشرايين التاجية، هل ممكن ياخذ اللقاح؟ أعرف المستمعين قبل، الوارفرين هو دواء نستخدمه لسيولة الدم، نخلي الدم سايل ما يتجلط بسرعة كبيرة، فنستخدمه للحالات اللي تحتاج أن تكون سيولة عندهم في الدم، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين في الأوردة أساس ما تستوي لهم تجلطات في الدم فنستخدمه. طبعا الوارفرين في شيء اسمه INR اللي هو الراقب في الدواء في جسم هذه الأشخاص، وهالدواء نحتاج أن نراقب نسبة الـ INR اللي هو سيولة الدم عشان ما تزيد أو تنقص، عشان نتأكد أن هذا الدواء طبعا عطى مفعول بشكل صحيح. الأسبرين طبعا كنا عارفينه، اللي هو الأسبرين اللي هو مسكن للألم كذلك، مضاد التهاب، وكذلك مسيل له دور في سيولة الدم كذلك. فهذا الشخص الولد ياخذ نوعين من الأدوية عشان مشكلة بالشرايين التاجية. هل يمكن ياخذ اللقاح؟ الناس اللي على الوارفرين والأسبرين يقدرون ياخذون اللقاح، بس بشرط أولا عمر 10 سنوات. بالنسبة لنا الفايزر من 12 سنة وما فوق ياخذونه. التطعيمات الثانية في تطعيمات أوريدي أقل عن هذه الأعمار، بس قبل ما ناخذ اللقاح نتأكد من شيء مهم،
أنا اتطرقت للوارفرين وبشكل يمكن شوية فسرت فيه. الوارفرين نتأكد من الاي ان ار قبل حتى ما ياخذ جرعة اللقاح، ونتأكد كذلك يعني الطبيب المختص اللي يتابع هذه الحالة يفضل أنه يقيم الطفل مرة ثانية وينصح بأي نوع تطعيم ياخذه هذا الطفل خلال هذه الفترة. نعم، يعني طبعا دكتورة احنا دائما نقول نحن بنعطيكم هذا الجواب، الدكتورة موجودة بتجاوب على أسئلتكم، ولكن إذا مثل هذه الأعراض دكتورة يفضل أن الطبيب المختص اللي يكشف على الطفل هذا، ولا شو؟ صحيح صحيح، وخاصة التاريخ المرضي جدا مهم، من متى بادي على هذا الدواء، كم نسبة الاي ان ار، لأن يمكن هالأسبوع أقول لا الاي ان ار مرتفع عندما بياخذ التطعيم، الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي يكون منتظم فبيقدر ياخذ التطعيم. فهذه الأشياء يعني يفضل أن الطبيب المختص بنفسه يتابعها مع الشخص أو يقرر فيها. نعم، فدكتورة عندنا أسئلة ثانية؟ هذه أسئلتنا، طبعا أسئلتنا كانت كلها بخصوص التطعيم اليوم، وطبعا التطعيم شيء أساسي ومهم يا آمنة للوقاية الحمد لله من الجائحة اللي الحمد لله، يعني التطعيم لعب دور كبير في خفض الحالات، وحتى الأشخاص يمكن حد يقول لك أنا خدت التطعيم منصبت، بس حتى الإصابة تكون جدا خفيفة وما تكون مأثرة على الشخص نفس الأشخاص اللي أصلا ما خذوا التطعيم. في أشخاص ما خذوا تكون حدة المرض أشد عن الأشخاص اللي خذوا فيها التطعيم. نعم دكتورة، إذا بخصوص هذا السؤال اللي طرقنا لو بخصوص تطعيمات الأطفال، أنا من وجهة نظري كأم لين الحين يعني أتساءل دكتورة هل أنا طعم أطفالي ولا ما طعمهم، خاصة أنهم تحت سن 12 سنة، فبعد الموضوع يعني الناس بعدها تتداول أطعم عيالي ما طعمهم، ليش لازم أطعمهم؟ فدامت اليوم معاي أنا استغلت تقولي لي إذا أنا بطعمهم ليش لازم أطعمهم؟ إذا يقولون الأطفال مثلا يمكن يعني إذا ياهم الحمد لله ما يهم بأعراض ما يهم قوي، ليش هيئة الصحة في دبي طرحت تطعيم للأطفال، ليش لازم أطعم عيالي؟ شوفي الأطفال الميزة فيهم يمكن تلاحظين أنهم وايد عفويين، والحين ابتدت المدارس فبتلاحظين الأطفال يعني بيلعبوا يا ربيع بيلعبوا يا الثاني، الأدوات اللي يستخدمونها متشاركة مع بعض. يمكن في عائلات ماخذة محاضيرها كاملة، في عائلات ما ماخذة محاضيرها كاملة، فالوقاية خير من العلاج. صح الأطفال بتقولي لي أعراضهم يمكن قليلة، بس أنت ما بعرف بعد الطفل لقد الله إذا صاب بتكون أعراضه قليلة أو لا، خاصة الأطفال اللي مناعتهم طبعا وايد نازلة أو على أدوية تنزل مناعتهم أو عندهم أمراض وراثية أو أمراض يعني من صقرهم، فهذه الفئة هي اللي تتعب أكثر كذلك. ونفس ما قلت لك الأطفال صح تعودوا، والحين ولاحظناهم ما شاء الله يعني الله يحفظهم تعودوا على الأشياء الوقائية ويعني ماخذين حذرهم، بس الحين خلاص ابتدينا المدارس تنفتح، الأماكن تنفتح، فالواحد كذلك ياخذ حذره بالكامل. طبعا الحمد لله يعني الحالات نفس ما شفتي ابتدت الحمد لله تنزل وبشكل واضح، وهذا طبعا يعكس المستوى الطبي وحتى إدارة هذه الأزمة كيف كانت، يعني هذا كله نجاح وانعكاس حتى للمجتمع نفسه اللي خذ حذره، وكذلك التطعيمات اللي لعبت دور، وصراحة المجتمع يعني رحب بهالتطعيمات، وشوفين الأعداد ما شاء الله يعني الأعداد اللي خذوا التطعيمات أعداد كبيرة، خلاص يعني الأعداد وعي كبيرة المجتمع وعي يعني المجتمع. دكتورة حتى الناس اللي خذوا مثلا لقاح سينوفارم اللي الحين بيصيرون ياخذون فايزر، كمية يعني ناس كبيرة تدور التطعيم، يعني خلاص صار عندها وعي. صحيح. صار يعني نحن من مراكز يمكن فيها عدد بسيط للناس جايين يطعمون، قبنا نشوف مراكز ممتلئة بالأشخاص. طبعا نحن نشجعهم أن يجربون أصلا رحلة المتعامل اللي أخذ اللقاح في هيئة الصحة في دبي. الصراحة دكتورة فايف ستارز، أنا أخذت فايزر في قاعة البرشة، يعني سلاسة أدخل والله مو بمدح، يعني صرت بدون يعني أي ولا يدرون أني من هيئة الصحة في دبي، دخلت القاعة أقول ما شاء الله أنا تحراف مركز البرشة الصحي، طلع في القاعة اللي حدال المركز، دخلت القاعة عطيتهم الهوية، والله يمكن يعني الرحلة بكبرها ما أخذت عني 5 دقائق مع أن القاعة ممتلئة،
بس لأنه في شيء اسمه نظام. صحيح. يعني والناس اللي جربوا التطعيم في مراكزنا خي يقولوا لنا تجربتهم، ممكن نحن نقرأ تجاربكم، حابين نعرف اقتراحاتكم. صحيح. حتى لو عندكم شكاوي نحن دائما نرحبها بيصدر، يعني نرحب بهاي المشكلات لأنها تساعد في عملية التطوير. صحيح يا آمنة. طبعا الحديث في الحلقة لا يمل وما يخلص بنفس الحلقة. طبعا حديث معك شيق، لي الشرف صراحة أن اليوم أشاركت في هذه الحلقة، أنا سعيدة جدا يعني أني تعرفت عليك، وأنه بنكون إن شاء الله نتشارك حلقة يوم الأربعاء. سعادتي أكبر يا آمنة. الله. طبعا باقي دقيقة واحدة خبرنا فيها المخرج ونختم حلقتنا لليوم. طبعا اليوم اتطرقنا لمواضيع كثير، ومواضيع طبعا مهمة وتخدم فئة كبيرة من المجتمع، وإن شاء الله حلقاتنا الجاية بتكون مواضيع أكثر وأكثر. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت من 10:00 الصبح. طبعا أشكر طاقم العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج سعيد المر. طبعا شاركني في الحلقة آمنة آل علي، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر بصحة وسعادة. صحة وسعادة.